ربنا خلقني طبيب أوصف. هو في أخطاء؟ لما أجي أتكلم على حاجة علمية طبيب أوصف الحالة. ما تقولش كفتة. أنا بتكلم في مؤتمر لما تصل لكهر ماجنتيك ويفز. الكلمة اتقالت ازاي؟ الكلمة اتقالت بحسن نية. ودي حنعمة من ربنا الدهي. اسمعوها مني. بسيطة. والله بيبقى كفتة. بيبقى امين واسحاب. ديشة معين من تخبط الكترونات. انا بقول لك بيبقى امين واسهل على الناس اللي امين. لان حتى هم دلوقتي كل الدنيا بيقول لك لا اسمعوا مين الدنيا. الانسان الطبيعي العادي ما يعرفش يعني ايه كفت. يعني بس يا فندم عالم حاجه ومؤتمر صحفي حاجه. معلش سيادتك لا تبالي. امنين بتستخدمهم في حياتك العامه دون الافصاح عن اساميهم. ما ايوه والكل في الاول قال هذا خطا والكل اليوم بيقول ايه السر. شعاع تاني بنسميه الالترا فايروس وهو شعاع امن برضه ومسيح. كل بكره هيقول ايه يا ريت يجي واخد بال حضرتك وهو ناتج من السولار ريديشن بتاع الشمس اصلا منه اكيد طبعا طب انا يعني احنا اصلا صفرت اشاعات ف بمعادله باخد الايدز من المريض بغذي المريض على ايدز بديهوله صبع كفته يتغذى عليه وهذا قيمه حضرتك نفسك لانه يعني نفسنا حاجه بتطلع من مصر. الاعجاز العلمي عمليه سهله جدا ولكن يؤتي الحكمه من يشاء. بيحصل تخبط اشعاعي من يا لكن الابروتش بس يا دكتور انا ناتج من ذرات معينه موجوده في محاوله تداخل في سبيكه معينه. المؤتمر ده كان مؤتمر علمي اتكلم فيه علماء ولا مؤتمر صحفي؟ ما هو حتى صحفي يعني فهزمنا الايدز ولن نستورد انا ولن تتداخل. بيحصل اندماج فاشل بين الكترونات. في يوم من الايام مصر تكلف لعلاج احد ابنائها في الايدز. دلوقتي المؤتمر ده صحفي ولا ايه؟ ما هو صحفي سعادتك برضه لما اجي اتكلم برضه. أزف بشرى اخرى لن تجدوا مريض معدنينا بذاتهما لان لما تفكك تعاني من فيروس التهاب الكبد الوبائي بعد اليوم. ناس بتتصيد مستنيين. انا راجل قلت انا ما اعرفش اتكلم. انا بعرف اشتغل يا بيه. في ناس لما تضرب البندات وتفكك ذرات الكربون من ذرات النيتروجين. انا عرض عليا في هذا بس خلاص الكلمه اللي تتقال. خلاص يا دكتور خلاص حصل. لا انا بقول لا حصل. الجهاز 2 مليار دولار 2 مليار دولار وتبقى فري في الدم وذره الكربون تروح تتحد بحاجه ثانيه في الميتابوليزم. اتس رايت. في اساسا تتكلم بالنيابه عني. مبرر حاجه واحده بس بقول انه في ناس تكتب مكتبه عالم عربي مصري مسلم يكتشف بتاع اليومن بودي وتديني ترفع لي هيموجلوبين ويعني عباره فقالوا لا تنسى الكلمه دي وتاخد الشيء قاعده متربصه تستنى واحد يتاخر نص وتحطه لك في اي دوله من دول العالم قلت لهم طيب ومال يدخل في الميتابوليزم بتاعه واخد بقى حضرتك بيستفيد بيكون بقى كذا على فكره الدجال او المشعوذ اللي قاعد قدامك ده زي ما بيقولوا وسافرت وهربت وجيت على بلدي المخابرات حمتني هنا معاه شهاده 6 افراد في الكره الارضيه 6 دقيقة في الطريق عن التعبير عن الكلام عشان يبدا يجيبه ويبدا يعني هي واخدينها فقط في الطب 6 افراد بس المخابرات خطفتني وحطتني هنا في الطب التقليدي انما كل الاساتذه في الجامعه وكل الاطباء اللي بيكون كذا وبيكون كذا وبيكون يعني زي ما بقول لحضرتك حاولوا بدور النافع يعني بس تكوا بهذا العلم بصموا بايديهم ورجليهم وعرفوا مين ابراهيم عبد العاطي مدرسه الطب اللي انا دارسها وتفوقت فيها بفضل ربي سبحانه وتعالى وحتى لو كان صح في مترابسين وحتى لو قال مظبوط في مترابسين سنين ومارست الطب في بلادهم اللي علموني وادي التراخيص وادي مزاوله المهنه موجوده انما لو البخور اللي عايز اقوله فخلينا نرجع للاسلوب العلمي عشان الدسكشن يبقى صح لا زي ما انتوا لسه بتعتقدوا في البخور وفي الحجاب وفي البتاع هذا مكسب انا برضه كنتش هتجاهله انا عايز علم لان انا راجل علم فورجيت ات بقول لك الكلام ده حبا فيه انا عارف. لا مشعوذ ولا بتاع بطاطا ولا بتاع كفته انا راجل علم هاخد جايزه من نوبل مش عايز نوبل اصلا ولا تلزم انما علمي انتوا ما تفهموهوش خبراء المخابرات والسياسيين والاعلاميين